السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، نلتقي معا إن شاء الله في المحاضرة الأولى من الفصل الخامس بعنوان قواعد السلوك المهني ضمن مساق تدقيق ومراجعة الحسابات ضمن محاضرات التعليم الإلكتروني في الكلية الجامعية. في هذا الفصل سنتناول عدة موضوعات، سنتكلم عن مفهوم قواعد السلوك المهني، أيضا الخطوات التي يتخذها المدقق إذا واجهته أي مشكلة أثناء ممارسة العمله، سنتكلم عن الخطوات التي وضعتها المهنة لمساعدة المدققين في مساعدتهم على الالتزام بقواعد السلوك المهني، سنتعرف على قواعد السلوك المهني الأساسية التي تتعلق بالاستقلالية والموضوعية والمحافظة على سرية البيانات والأتعاب المشروطة والدعاية والإعلان والنزاهة وما إلى غير ذلك. أيضا سنتعرف إلى بعض النصوص والقواعد الخاصة بالسلوك المهني. لو احنا نسأل انفسنا ماذا يقصد بقواعد السلوك المهني، طبعا نحكي احنا الان بشكل عام لاي مهنة بغض النظر عن التدقيق او اي مهنة اخرى. طبعا التدقيق هو مهنة من ضمن المهن الموجودة كمهنة الطب والهندسة والصيدلة وما غيرها من مهن. طبعا اي مهنة يجب ان يكون لها مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك المهني للاشخاص الذين يمارسون هذه المهنة. طبعا قواعد السلوك المهني هي المبادئ الأخلاقية التي تلزم جميع الأفراد والفئات التي تتعامل وتتفاعل مع المجتمع عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم وتنفيذ أعمالهم المنوطة بهم. أهمية قواعد السلوك المهني، طبعا قواعد السلوك المهني لها أهمية كبيرة لأنها ضرورية لقيام المجتمع واستمراره ونجاحه. وجودها يؤدي إلى انعدام الغش والخداع والخيانة داخل المجتمع، وبالتالي إذا انعدمت هذه الأمور فالمجتمع يكون مجتمع مستقر ليس به نزاعات ولا مشاكل في هذا الجانب. أيضا أهمية قواعد السلوك المهني أنها مهمة حتى لا يتم تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وبالذات للأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة ويخدموا الأطراف الخارجية أو يخدموا أطراف أخرى، فبالتالي حتى لا يقوم هذا الشخص أو هذا الممارس للمهنة بتفضيل مصلحته الشخصية على مصلحة الآخرين في هذا الجانب. طبعا الهدف من وجودها، يتمثل هدف من وجود هذه القواعد والمبادئ الخاصة بالسلوك المهني انه توفر مستوى معين من الضبط لسلوك الممارسين للمهنة، ايضا تؤدي الى قيام المهنيين باداء مهامهم على احسن وجه وتقديم المهنة بامانة واخلاص وموضوعية، مما يؤدي الى الاستقرار في المجتمع وانعدام الغش والخيانة في هذا المجتمع، وبالتالي ضمان تقديم الخدمة على اكمل وجه وبجودة عالية الى جميع الاطراف في هذا الجانب. فبالتالي المدقق يكون بحاجة ماسة الى القيم والمبادئ عندما يواجه معضلات اخلاقية اثناء ممارسته لمهنة تدقيق الحسابات، حيث يكون هناك امام موقف قد يكون فيه تضارب في المصالح. طبعا تضارب المصالح احنا بنعرف انه المدقق هو موجود عشان يخدم الاطراف الخارجية بالشكل الأساسي، فبالتالي يوجد هناك أيضا من ضمن الأطراف اللي هم الإدارة، فبالتالي قد يكون هناك تضارب ما بين المصالح. أيضا في عند مدقق طبعا قد يكون تضارب ما بين هذه المصالح، فبالتالي يحتاج المدقق إلى وجود مجموعة من المبادئ والقيم التي من خلالها يستطيع تنفيذ الأعمال بدون وجود مصلحة أو تحيز من قبله إلى أي طرف من الأطراف الموجودة. أيضا أن يراعي تضارب المصالح التي تكون موجودة بين الأطراف المختلفة. أيضا هو بحاجة إلى اختيار البديل المناسب الذي ليس فيه تحيز إلى أي طرف من هذه الأطراف على حساب الطرف الآخر. عندما يواجه المدقق معضلات أخلاقية عليه اتباع الخطوات التالية. أول خطوة، عليه أن يقوم بجمع الأدلة والحقائق حول المشكلة أو المعضلة التي تواجهه. أيضا عليه أن يحدد قواعد السلوك المهني التي لها علاقة بهذه المشكلة. أيضا عليه أن يحدد الأطراف الذين يمكن أن يتأثروا من هذه المعضلة أو المشكلة ومدى تأثر كل منهم، يعني حجم التأثير على كل طرف من هذه الأطراف. أيضا تحديد البدائل الممكنة
التي تساعد المدقق في حل هذه المعضلة أو هذه المشكلة الموجودة، تحديد نتيجة كل بديل محتمل من هذه البدائل، أيضا اختيار البديل الأمثل والمناسب للحل لجميع الأطراف بدون أن يكون هناك يعني محاباة لأي طرف على حساب طرف آخر. الأساليب التي تساعد في تحسين مستوى السلوك المهني، يتم ذلك من خلال وضع بعض الأساليب للعمل وتنظيم السلوك المهني، مثل وضع وتطوير المعايير الشخصية للمدققين. طبعا احنا بنعرف المعايير الشخصية تكلمنا فيها، اللي هي بتتكون من 3 معايير، وهي العلاقة بشخصية المدقق، يعني اللي هو المواصفات التي يجب أن تتوفر في المدقق، واحنا تكلمنا عنها سابقا، قلنا هذه فيها 3 معايير. المعيار الأول اللي هو التأهيل العلمي والعملي، طبعا هذا 1. 2 عندي الاستقلالية. 3 قلنا بذل العناية المهنية، وهذا تكلمنا عنه في الفصل الثالث من هذا المساق. طبعا هذا البند الأول. البند الثاني تحديد المعايير التي تتعلق بالعمل الميداني، اللي هو قلنا لها علاقة بتنفيذ عملية التدقيق، إجراءات التدقيق، قلنا هذا أيضا فيها 3 معايير، وهذا لها علاقة بالتنفيذ. قلنا المعيار الأول اللي هو التخطيط السليم لعملية التدقيق والإشراف على المساعدين، وهذا قلنا 1. 2 قلنا فحص نظام الرقابة الداخلية للمنشأة محل التدقيق. 3 قلنا اللي هو جمع الأدلة المناسبة حتى يتمكن المدقق من إبداء حكمه على القوائم المالية. 3 أيضا وضع المعايير الخاصة بمعايير إعداد التقرير، وقلنا هي اللي هي المخرج النهائي أو نتيجة عملية التدقيق، وقلنا هي بتكون من 4 معايير كما ذكرنا في الفصل الثالث من هذا المساق. من ضمن الأساليب أيضا حث المهنيين على التعليم المستمر والتدريب والاطلاع على كل جديد فيما يتعلق بالمهنة، وهذا في هذا الجانب يعني على اللي هو مكتب التدقيق أو مؤسسة التدقيق دور كبير في تطوير أداء ومهارات العاملين لديها من مدققين رئيسيين أو مدققين مساعدين. أيضا من ضمن الأساليب العمل على وضع وتطبيق معايير جودة خاصة بأعمال التدقيق، اللي هو مثل معيار 220 اللي احنا اخذناه، اللي هو رقابة الجودة اللي اتكلمنا عنه في الفصل الثالث. من ضمن الأساليب مراجعة أعمال التدقيق من قبل مدققين آخرين، ويمكن هذا بيعتبروا أو في أسلوب بيقول عنه أسلوب مراجعة النظير. طبعا هذا أسلوب على أساس يضمن جودة الأداء داخل مكتب التدقيق. بتقوم الجهات اللي بتنظم المهنة بتوزيع مهام على مكاتب التدقيق لتقوم بالتدقيق على مكاتب أخرى للتأكد من التزامها بمعيار رقابة الجودة داخل مكتب أو مؤسسة التدقيق. أيضا من خلال تحديد وتطوير شروط مزاولة المهنة اللي بتضعها الدولة والامتحانات اللي بتكون لازمة لمزاولة المهنة. أيضا العمل على إصدار دليل لضبط السلوك المهني، طبعا هذا الدليل موجود كل يعني كل دولة، الجمعيات الخاصة أو الجمعيات المهنية فيها أصدرت دليل لضبط السلوك المهني على المزاولين المهنة في هذه الدولة الالتزام بهذا القانون. المبادئ التي تحكم السلوك المهني، في عندي 5 مبادئ أساسية تحكم السلوك المهني، عندي اللي هو الاستقامة والنزاهة، وعند الموضوعية، وعند الكفاءة والعناية المهنية، وفي عند السرية، أيضا في عندي قواعد السلوك المهني أو مبادئ السلوك المهني. لو نظرنا إلى الاستقامة والنزاهة المقصود فيها أنه على المحاسب القانوني اللي هو المدقق الخارجي، يعني المقصود المحاسب القانوني المقصود فيه المدقق
مدقق الحسابات الخارجي أن يكون صادق ومستقيم في كل علاقاته المهنية، وأن لا يخضع لتأثير جهة أو القيام بعمل يتعارض مع الموضوعية أو النزاهة. وهذا يتطلب ألا يرتبط اسمه بأي تقرير أو معلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على بيانات محرفة أو بيانات مضللة، أيضا تحتوي على معلومات أو حسابات تم إعدادها بإهمال، فبالتالي احتمالية الخطأ فيها عالية. أيضا تكون هذه البيانات أو المعلومات غير كاملة أو غير مكتملة أو فيها غموض قد يؤدي إلى تضليل الأطراف الخارجية. طبعا احنا بنلاحظ في الفصل الخامس يعني في أمور كثيرة احنا عدينا عليها أو شرحناها أو بيناها في الفصول السابقة، عشان هيك هنعدي عليها بشكل سريع. فيما يتعلق بالموضوعية، طبعا الموضوعية أنه المدقق عندما يمارس عمله أن لا يكون متحيز لأي طرف على حساب طرف آخر، وبالتالي أن لا يكون هناك أي تأثيرات أو تحيز من قبل المدقق لأي طرف، وأن لا يسمح لتضارب المصالح أن تؤثر على عمله، وبالتالي يتحرى الاستقامة ويراعي العدل بين الأطراف عند إصدار التقرير النهائي بعد ما ينهي جميع أعماله، وأن لا يقوم بتغيير الحقائق اللي هو وصل لها سواء كان عن علم أو أن يخضع حكمه المهني لأي تأثير من أي جهة كانت في هذا الجانب. فيما يتعلق بالكفاءة والعناية المهنية، أنه على المدقق أنه يحصل على، وده احنا حكيناها، أنه يحصل على مستوى من المعرفة المهنية والمهارة. طبعا احنا بنحكي هنا طبعا لازم يكون عنده كفاءة اللي هو علمية، وقلنا لازم يكون يعني حاصل على درجة علمية في المحاسبة على الأقل. وفي يعني بعض القوانين بتقول إنه لو كان حاصل على أي تخصص من تخصصات التجارة ما فيش مشكلة، لكن بتكون عنده لازم تكون عنده فترة خبرة أكبر في مجال التدقيق. طبعا لو احنا قلنا هان حسب القانون بده يكون عنده 5 سنوات خبرة، منها 3 في التدقيق، فبده يكون عنده 7 سنوات خبرة، منها اللي هو 4 في التدقيق أو منها 5 في التدقيق، حسب كل دولة عن دولة بيختلف. لكن احنا فرجناكم ما يتعلق باللي هو قانون اللي هو فلسطين فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في المدقق أو في الشهادة التي يحصل عليها المدقق. فبالتالي أنه يجب أن يكون على مستوى من المعرفة المهنية أيضا، أنه يكون عنده خبرة ويكون عنده مهارة، ويحافظ على استمرار تعزيز وتطوير هذه المهارة بما هو جديد في مجال المحاسبة والتدقيق. أيضا هذا يمكنه من أداء الخدمة المهنية بشكل مناسب، وأن يحافظ على تطوير هذه المعرفة بشكل مستمر خلال حياته ومشواره المهني في هذا الجانب. فيما يتعلق بالسرية، احنا حكينا في الفصل الأول، احنا قلنا إن من ضمن الأمور التي أدت إلى الطلب أو الحاجة إلى التدقيق فجوة البعد، وقلنا هذه فجوة البعد لها أبعاد، من ضمن أبعادها البعد القانوني. طبعا أنا ما بدي أحكي فيهم بالتفصيل، لكن أنا بدي أستعرض ما يتعلق فيها البعد القانوني. المقصود بالبعد القانوني هو أنه المدقق بعد ما يوقع اللي هو العقد التدقيق اللي هي رسالة الارتباط مع الشركة مع المؤسسة أو الشركة اللي بتدقق حساباتها، فهو بيكون مخول حسب القانون أنه يطلع على كافة سجلاتها وبياناتها، فبالتالي بيطلع على أسرارها، وبالتالي على المدقق أن يحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، ولا يكشف عن هذه المعلومات إلى أي طرف من الأطراف بدون تفويض من إدارة المنشأة، ولا يستخدم هذه المعلومات لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي طرف من الأطراف الموجودة. طبعا هذه السرية طبعا مش مطلقة، في هناك بعض الحالات اللي من خلالها ممكن المدقق أنه يكشف عن بعض المعلومات. هذه الحالات إذا كان الكشف عن هذه المعلومات مسموح به قانونا وبموافقة العميل، طبعا مهمة جدا موافقة العميل، أيضا كان الكشف عنها مطلوب ووفقا للقانون كأدلة في المنازعات القضائية التي قد تحدث مع المنشأة أو بين المنشأة والمنشآت الأخرى أو بين المنشأة
والمدقق أو في أي تقرير مقدم إلى الجهات ذات العلاقة في حالة المخالفات القانونية. أيضا إذا كان الكشف عنها متطلب مهني، مثل واحد إنه الاستجابة للمتطلبات الأخلاقية والمعايير، اثنين حماية مصالح المحاسب القانوني اللي هو المدقق، حماية مصالح المدقق خلال الإجراءات القانونية إذا كانت يعني صار في خلاف مع المنشأة أو في خلل والمنشأة رفعت عليه قضية اتهمته بالإهمال والتقصير، فممكن هو من خلال اللي هو إفشاءه لبعض المعلومات طبعا مسموح له إنه يدافع عن نفسه في هذا الجانب. أيضا في حال الرقابة على الجودة ومراجعة التنظير اللي إحنا حكينا عنها، طبعا هو الآن ممكن يحكي بعض المعلومات للجهات التي تنظم المهنة بما لا يخل باللي هو مصلحة المنشأة محل التدقيق. فيما يتعلق بالسلوك المهني، انه على المدقق انه يلتزم بقواعد وضوابط السلوك المهني، ايضا ان يمتنع عن اي عمل او اي سلوك يسيء الى المهنة ويسيء الى العاملين فيها، طبعا العاملين فيها اللي هم المدققين من ضمنهم الزملاء المدققين. ايضا هذا بيشمل استخدام الوسائل التي تسيء الى المهنه وسمعتها، انه على المدقق انه يمتنع عن استخدام هذه الوسائل. ايضا انه على المدقق انه يمتنع عن المبالغه في تزكيه الخدمه اللي هو بيقدمها. ايضا على المدقق انه يمتنع عن استخدام الاساليب التي تسيء الى سمعه المحاسبين الاخرين او المدققين الاخرين. فيما يتعلق بالتهديدات والحماية التي تخص المبادئ الأساسية للقواعد السلوك المهني، طبعا أثناء ممارسة المدقق وأثناء التزامه بالمبادئ الأساسية للسلوك المهني قد يتعرض للتهديد ببعض الظروف، وعلى المحاسب القانوني المدقق أن يتعامل مع تلك التهديدات. وهذه التهديدات بتشمل ما يلي: أول شغلة تهديدات المصلحة الشخصية، هنتكلم عنها بالتفصيل، تهديدات المراجعة الذاتية، تهديدات الدفاع أو التأييد، تهديدات الاعتياد، تهديدات التخويف أو المضايقة. نيجي نشوف كل جانب أو كل تهديد من هذه التهديدات. نبدأ في تهديد المصلحة الشخصية، وهذا بيكون ناتج عن وجود مصلحة مالية أو غير مالية للمدقق أو لأعضاء عائلته مع الشركة اللي هو بدقق حساباتها، مثل أنه قد يكون هناك مصلحة مالية للمدقق مع العميل سواء كانت مشتركة مع الغير أو على انفرادي. ممكن يكون يعني هو له استثمار في هذه الشركة اللي هو بده يدقق حساباتها، أو هو يعني بتعامل معها بالأمور المالية، أو هو يعني شريك في أحد الشركات اللي بتتعامل مع الشركة اللي هو مكان أو اللي هو بدقق حساباتها. ايضا من ضمن التهديدات في هذا المجال انه يكون اعتماد مكتب التدقيق في اتعابه على احد العملاء، فهذا يتولد عنه اللي هو تهديد مصلحة شخصية. ايضا وجود خوف من احتمالية فقدان العميل، انه انا كمدقق اذا كان عندي خوف اني انا ممكن افقد لهذا العميل، فبالتالي انا ممكن هذا يترتب عليه انه انا في لي مصلحه بينه وبينه، فبالتالي انا خايف ان افقده، فبالتالي انا بكون حريص انه يكون يعني هو راضي عن خدمتي وراضي على راضي على ادائي، فبالتالي قد يتولد عن هذا الموضوع مصلحه في هذا الجانب. ايضا وجود اتعاب شرطيه للخدمات التاكيديه، طبعا هنتكلم في الاتعاب الشرطيه بالتفصيل ان شاء الله في نهايه هذا الفصل الخامس. ايضا اقراض العميل او الاقتراض منه او من الاداره او من مجلس الاداره، طبعا هذا بيكون للمدقق، يعني اقراض المدقق للعميل او اقتراض المدقق من العميل محل التدقيق او من الاداره او من مجلس الاداره. نيجي لتهديد المراجعه الذاتيه، وهذا بيكون ناتج عن اعاده تقييم حكم سابق للمدقق بواسطه اللي هو المدقق المسؤول عنه، مثل اكتشاف أخطاء جوهرية خلال عملية إعادة التقييم. أيضا التقرير عن فعالية وتشغيل الأنظمة المحاسبية اللي قام المدقق هو بنفسه بتصميمها وتنفيذها، فبالتالي هو بده يحكم على عمل هو قام فيه، فبالتالي لا يجوز هذا الأمر.
أيضا أن يكون أحد فريق مهمة التأكيد اللي هو يعني أحد فريق اللي هو التدقيق هو أحد أعضاء مجلس إدارة العميل حاليا أو لوقت قريب خلال السنة، يعني خلال السنة المالية الحالية. ليش؟ لأن هو حيكون له دور كبير في وضع التعليمات والقواعد والأسس والأنظمة داخل هذه المنشأة اللي حتكون لها تأثير على البيانات المالية ولها تأثير على الأمور المالية داخل المنشأة. أيضا تقديم خدمة للعميل لها تأثير مباشر على مهمة التدقيق التي يقوم بها المدقق. أيضا أن يكون أحد أعضاء فريق التدقيق كان موظف حاليا، سواء كان يعني هو موظف حالي الآن في الشركة اللي بدقق حساباتها أو كان موظف لوقت قريب في هذه الشركة. يعني ممكن لو احنا افترضنا لو انا مدقق اشتغلت في مكتب تدقيق من شهر 3 2020، وانا قبل شهر 3 كنت بشتغل في شركة جوال مثلا على افتراض يعني، وكنت انا بشتغل فيها محاسب اساسي في قسم المحاسبة. فبالتالي لو أنا اشتغلت في مكتب تدقيق وهذا المكتب هو اللي بده يدقق على شركة جوال في سنة 2020، ففي الحالة هذه إذا أنا كنت ضمن فريق التدقيق فهل بتواجهنا إيش تهديدات المراجعة الذاتية. فبالتالي أنا يعني الأصل إني ما أكونش ضمن فريق التدقيق اللي حيكون يعني مكلف بالتدقيق على شركة جوال من ضمن مكتب التدقيق اللي أنا بأشتغل فيه. أيضا التهديد الثالث اللي هو تهديد الدفاع والتأييد، وهذا بيكون عندما يؤيد المحاسب القانوني اللي هو المدقق، عندما يؤيد المدقق رأي أو موقع بحيث يؤدي إلى تهديدات لاحقة للموضوعية، طبعا الموضوعية والاستقلالية، يؤدي إلى تهديد للاستقلالية مثل أنه يقوم بالترويج لأسهم أحد الشركات أو الشركة اللي هو بدقق حساباتها. يعني لو افترضنا أنه مكتب تدقيق سين بدقق على اللي هو شركة الاتصالات وقام بالترويج لأسهم شركة الاتصالات وصار يعني يشجع الناس انها تشتري من أسهم شركة الاتصالات انه هي شركة ممتازة وهذه بتعمل عوائد او بتدي عوائد عالية وكذا، فهذا يؤدي الى تهديدات قد تؤدي الى إشكالية للمدقق. ايضا العمل كمحامي او كمدافع عن الشركة اللي بدقق حساباتها في أي قضية أمام المحكمة أو في نزاع مع طرف آخر، فبالتالي وجوده كمدافع عن هذه المنشأة قد يؤثر على اللي هو استقلاليته من وجهة نظر الأطراف الخارجية، وبالتالي قد يعني ينظر إلى أنه أصبح غير موضوعي، أنه أصبح متحيز للشركة اللي هو بدقق حساباتها. تهديدات الاعتياد، وهذا تكون ناتجة عن علاقة القرابة، فبالتالي يكون المدقق متعاطف مع مصلحة اللي هو القريب هذا أو من مصلحة الآخرين بسبب هذه العلاقة. ومن أمثلتها أنه يكون أحد أعضاء فريق التدقيق له علاقة عائلية مع أحد أعضاء الإدارة أو مجلس الإدارة في الشركة اللي هو بده يدقق حساباتها. يعني على مثال أنه يعني أخ المدقق يعني هو مثلا مدير المؤسسة اللي بدقق حساباتها، أو إنه أخوه هو رئيس قسم، لو عندنا حنجي لها رئيس قسم مالية، أو إنه يكون أخوه عضو مجلس إدارة، تمام. أيضا إنه يكون أحد أعضاء فريق التدقيق له علاقة عائلية قريبة أو حميمة مع أحد العاملين لدى العميل بشكل مباشر في بموضوع يختص بالتدقيق. يعني لنفترض انه والد المدقق هو رئيس قسم المالية في الشركة اللي بدنا ندقق حساباتها، او احد اعضاء فريق التدقيق والده رئيس قسم المالية او اخوه او اخته او زوجته، فهذا يؤدي الى له تهديدات الاعتياد، فبالتالي هو يكون متحيز ومتعاطف أكثر اللي هو هذا القريب، فبالتالي قد يتغاضى عن بعض الإشكاليات التي قد تكون ضمن البيانات والقوائم
المالية. أيضا أحد الشركاء في مكتب التدقيق يكون عمل مديرا أو عضو مجلس إدارة، أو كان له وظيفة لها تأثير مباشر وهام على موضوع خدمة التدقيق في الشركة اللي هو بدقق حساباتها. أيضا إنه يكون هناك قبول هدية أو معاملة، بس ننتبه إنها تكون إيش مميزة من العميل. طبعا في موضوع الهدايا، ممكن تكون هدايا رمزية وعادية يعني تتوزع على الكل، يعني مثلا الشركة عملت أجندة وزعتها على الموظفين، ومن ضمنها بعثت للمدقق. هذا ما يعني ما فيش فيه مشكلة يعني، لأنه هذا أمر عادي. لكن إحنا المشكلة عندنا بتكون وين؟ في الأمر المتميز عن الغير. يعني مثلا أعطوا له هدية مميزة، شقة، أو أعطوا له سيارة، أو أدوا له تذكرة سياحة لمدة شهر في فندق سياحي أو في دولة سياحية. هذه كلها تعتبر من ضمن الهدايا أو المعاملة المتميزة، فبالتالي هذه بتكون فيها إشكالية في هذا الجانب. أيضا وجود علاقة طويلة من قبل موظفي شركة التدقيق القدامى مع العميل، وهذا بيكون في حالة إنه أنا قاعد بدقق لنفس الشركة لأكثر من سنة، فبالتالي عندي صار اعتياد ما بين الموظفين اللي عندي وبين اللي هو المحاسبين أو العاملين في قسم المحاسبة لدى الشركة اللي احنا بندقق حساباتها، فبالتالي أصبح هناك اعتياد، فأصبح هناك مراعاة لمصالحهم. فعشان هيك الجهات اللي بتنظم المهنة أو القوانين بتفرض على مكتب التدقيق إنه ما يشتغل مدقق لشركة أكثر من 3 سنوات أو أكثر من سنتين، وعليه إنه يغير عشان يحافظ على نفسه من هاي الإشكالية التي قد تكون موجودة. يعني آخر شغلة تهديدات التخويف أو المضايقة، وهي بتكون من خلال اللي هو منع المدقق من ممارسة عمله بموضوعية، من خلال تهديده في عدة شغلات. من خلال هاي الشغلات ممكن تكون من ضمنها مثلها تهديد المدقق بالعزل من المهمة أو استبداله. عشان هيك احنا عشان نتلاشى من هاي المشكلة قلنا اللي بحق له عزل المدقق أو استبداله اللي هو مجلس الإدارة. أيضا وجود تهديد برفع دعوى قضائية ضد المدقق. أيضا ممكن يكون وجود ضغط على المدقق لتقليل العمل المهني الذي يبذل المدقق من أجل تخفيض الراتب، إنه يعني إحنا حنخفض لك الراتب فأنت حر، يعني خفض العمل المطلوب، خفض المهام اللي أنت بتقوم فيها. فبالتالي كل هذه التهديدات تؤثر على المدقق وعلى عمله. طبعا إن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم في اللي هو القضايا التي لها علاقة بالسلوك المهني، بعض القضايا الهامة التي لها علاقة بالسلوك المهني. هنشوف انه احنا اغلبها اتكلمنا عنه سابقا، لكن بنأكد عليه وبنضيف عليه بعض او بنضيف بعض الامور الاخرى. طبعا احنا الاستقلالية اتكلمنا عنها، لكن هنحكي فيها بشكل سريع مع بعض الاضافات. وجود مصالح مادية هنتكلم فيها بشكل سريع. تقديم خدمات ضريبية هنتكلم فيها، احنا ما حكينا عنها سابقا. ايضا الرأي الثاني هنتكلم فيه وايش المقصود فيه. هنتكلم في موضوع كيف يتم اللي هو الدعاية والاعلان لمكتب التدقيق بما لا يخالف قواعد السلوك المهني. ايضا سنتكلم عن الانشطة اللي بتكون عابرة للحدود. هنشوف ايش يعني عابرة للحدود. هنتكلم في قبول عملاء جدد او الاستمرار مع عملاء قدامى، واحنا حكينا هذا فيه سابقا، عشان هيك هنعدي عليه بشكل سريع. هنتكلم في موضوع اللي هو تغيير المدقق، هنتكلم في موضوع تضارب المصالح، هنتكلم في موضوع الأتعاب المشروطة والعمولات والهدايا، وهنتكلم في موضوع اللي هي آخر شغلة في الفصل الخامس اللي هي حماية والاحتفاظ بأصول العميل اللي هو احنا بندقق حساباته. طبعا إلى هنا نلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية من الفصل الخامس. إن شاء الله على بركة الله.